السلام عليكم إلى كل من يتابعني. أنا محمود الشبري على قناة اليوتيوب أو البيج ريحان العرائس والصالونات أو الجروب. لكم مني أرق وأحلى التحايا. طبعا اليوم شرح عندنا على هاي الصبغة الجلازت، صبغة درجة أولى إيطالية وماركتها كلش ممتازة، وأنصح الصالونات يشتغلون بها. أنا ما جاي أسوي دعاية للجلازت، هي صبغة ناجحة من خلال تجربتي بها، صبغة جدا راقية، وهاي ألوانها اللي مشتغلة بالكوارلي أو تقريبا نفس ألوان الكوارلي، مو تقريبا 100% نفس ألوان الكوارلي، ومطيها فتطور كلش راقي تطور بها. بالنسبة للأصباغ هاي كتالوجاتها اللي مشتغلة بالكوارلي تقدر تعرفهن من خلال الألوان والأرقام مالتها. وبالنسبة لهاي الصبغة أو كل صبغة أنصح الصالونات بفتشي اللي جاي يخدمهن واللي جاي يعانن بها الصالونات. أكثر الصالونات يعانن بالصبغة على سبيل المثال الجذر مال الشعر، دائما يطلع الجذر لون والنازل لون، فتجي الزبونة للكوافيرة لأم الصالون تقولها أني هذا اللون طالع، فينشز عندها اللون الباقي، لأنه من يطلع فد أربع أصابع الجذر ينشز الشعر الباقي. وهاي راح الكل أكد على الصالونات، وأرجو من جميع السوتاك كل صالون وكل صالون وكل كوافيرة اللي راح تستفاد منها. أكو بيهن مثل تجيك الجذر مالتها هذا اللون وتريد وشعرها النازل هذا اللون أو هذا اللون أو هذا اللون، فش الصبغي لها أي صبغ تريد شقار هي، بحيث هذا اللون الجذر اللي هذا اللون شعرها تريد يصير حاله حال هذا اللون مال يعني شعرها من الصبغة، فدائما من تصبغ يطلع لها لونين. أني سويت عندي هاي خلطة، هاي الخلطة تتكون من عصارات مواد أنا خالطها بيدي، ولا تسألني واحدة بالتعليقات شنو هاي المواد اللي خالطها، هي مو مسألة منافسة أو مسألة، لكن المسألة اللي جاي يصير عندنا شنو اللي جاي يصير من تطيها الخلطة لما الصالون رباك يصير عندها وما تطلع النتيجة عدلة وتحرم العصارات عندها، فأني أنصح هاي أنا خالطها ومكمل وما لها قيمة، سعرها كلها 3000 دينار. هذه تخلي منها على الأصارة 100 مل نص خاشوقة شاي اللي هي نص ملعقة شاي، نص ملعقة يعني لا تخلي هواي، وإذا كانت الأصارة 60 مل تخلي ربع ملعقة شاي، لا تكثر شيء بسيط، وهي الخلطة والصبغ راح يطلع لها اللون من الجذر للطرف كله لون واحد. وهاي أنا ما نزلتها إلا بعد ما جربتها حوالي 25 صالون انطيتهن وقلت لهم جربنها وشوفنها هاي شلون شغلها، وجربت انا جربتها وجربنها صالونات حوالي بال 25 صالون، فطلعت كلش راقيه جدا. وتحياتي للجميع وارجو مشاركه الفيديو قدر المستطاع. محمود الشبالي.